بسم الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر والله أكبر. احنا دخلنا توا في ذي الحج، احنا توا في غرة ذي الحج، ويجب بنا أن نكون صائمين بتمام معنى الصوم المشرع في ديننا. وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون على أنفسهم. ما علاش يا حافر حفظ الصوم، احفروا قيس على كيس، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى حد ما يجب يثبت أمام مكر الله، لابد المكر لي وجالك ليك يقع عليك على حسابك يا غفر، يا من تعرف روحك لي خير من خيرة المسلمين، بل هو أنت إمامهم وأنت مجرد عدو خسيس لدين رباني، لدين الحق، لدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله غلاب على كل سائر الأديان التي تحارب الإسلام بالجهر أو بالإخفاء. نحن أهل محمد عليه السلام مشينا على في سبيل مقيمة، في سبيل شرع الله، في سبيل النور، في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل. والسلام علينا بالتمام والكمال.